تحت شعار جيشنا رمزنا وقدوتنا، افتتح محافظ الحسكة في صالة المركز الثقافي بالقامشلي مهرجان الطفولة بحضور عدد من الفعاليات الحزبية والرسمية والأهلية. نحن نبارك لهؤلاء الأبطال الأطفال رجال المستقبل الذين إن شاء الله سيعيشون حياة سعيدة ورغيدة، وإن بنائهم بناء تاريخي إلى سوريا الحديثة. أطفال طلائع البعث في محافظة الحسكة اليوم عبروا عن انتمائهم، عبروا عن وطنيتهم، عبروا عن هذا الحس الراقي في قبول الأزمة وتحدي الأزمة. هم أطفال طلائع البعث، أطفال الفرح، أطفال النصر. النصر قادم ما دام مستقبل سوريا من هؤلاء الأطفال. فعاليات المهرجان بدأت بلوحات غنائية راقصة للأطفال عبرت عن حبهم للوطن والجيش العربي السوري، وعروض مسرحية متنوعة تعليمية وتربوية. ما وجدناه في هذا اليوم هو المشاركة في فرح الطفولة، أفراح نيسان، أفراح نيسان وأعياد نيسان وأفراح النصر العظيم، ونفرح دائما مع أطفال سوريا في هذا الفرح الجماعي الكبير، وإن شاء الله تعم الفرحة بنصر سوريا الكبير على الإرهاب التكفيري الظلامي، ويعيشوا أبنائنا وأطفالنا بسلام ومحبة وفرح. يقولون الملائكة هي بالسماء، اليوم شفناها على مركز على مسرح مركز ثقافي. أطفالنا وأحبائنا اليوم أصوات كانت مثل المدفعية السورية في وجه الإرهاب. صوت هالأطفال صدح للسماء، والآب السماوي عم يقول يا أطفال سوريا لا تخافوا، أنا معكم، ربنا يحمي سوريا. الجدير بالذكر أن منظمة طلائع البعث منظمة وطنية للطفولة السورية، وهي منظمة شعبية تربوية هادفة تضم الأطفال من الصف الأول وحتى الصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي، تهدف إلى رعاية وتربية الأطفال تربية طليعية والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم واتجاهاتهم عن طريق ممارسة الأنشطة والفعاليات الطليعية في جميع المحافظات كالمخيمات والأندية والمهرجانات القطرية السنوية ومسابقة الرواد وغيرها من الأنشطة الطليعية المتنوعة.